قدمت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني على مدى اليومين الماضيين في كل من مدينة ميونخ وشتوتغارد وتريار استعراضا موسيقيا عسكريا، وعزفت مقطوعات موسيقية عالمية متنوعة. كما شاركت الفرقة بمصاحبة أكثر من 20 دولة في عزف بعض المقطوعات العالمية والمشاركة في اللوحة الختامية لكل استعراض في المدن التي احتضنت الفعاليات، حيث حظيت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني باهتمام خاص وتفاعل الجمهور الحاضر مع المقطوعات التي قدمتها. كان العرض رائعا، وشاركت فيه 7 وفود من دول أوروبا ووفد مميز من خارج أوروبا، أعني الوفد العماني. أحببت فرقة عمان لأنها تحمل مزيجا من التقاليد مثل الزي والموسيقى الحديثة المتناغمة مع الموسيقى التقليدية في عمان. تعد هذه المشاركة بالنسبة لي للمرة الثانية على المستوى الدولي، وهذه في الحقيقة فرصة طيبة نلتقي فيها مع الفرق الدولية الأخرى، وتعد هذه المشاركة مفخرة لنا جميعا كوننا الفرقة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا الاستعراض العسكري الموسيقي. Die Führung, die uns zuhört, werden Sie sich Ihr Ticket sicher möchten, dürfen Sie das.